رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير، ولأنه مع رؤيا لمتنا غير رح نكون معكم طيلة شهر رمضان الكريم بمجموعة كبيرة وغنية من البرامج والمسلسلات. رح أخذكم بجولة للبرامج والمسلسلات اللي رح تتابعوها على قناة رؤيا طيلة شهر رمضان المبارك. قبل أي إشي وزي ما عودناكم عنا مجموعة كبيرة من الجوائز القيمة اللي رح تكون من نصيب 5 أشخاص منكم يومياً. كل اللي عليكم تعملوه إنكم تحملوا تطبيق رؤيا وتسجلوا وتشاركوا، ولا تعرفوا طريقة التحميل والمشاركة شوفوا معي هالفيديو. شارك في مسابقة رمضان، حمل تطبيق رؤيا مجانا من جوجل بلاي والأب ستور والهواوي أب جاليري، انشئ حسابك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة أو من خلال رقم الهاتف، وأكمل عملية إدخال البيانات المهمة، اضغط على زر مسابقة رمضان واختر الإجابة الصحيحة لتربح جوائز قيمة. اشترك أكثر لتزيد نقاطك بلوحة الصدارة لتدخل السحب على الجائزة الكبرى، سيارة MG GT 2022. مع رؤية لمتنا غير. تأكدوا من تحميل التطبيق وأنكم تحطوا كل معلوماتكم الصحيحة لتجاوبوا على الأسئلة اللي رح تظهر بالبرامج والمسلسلات اللي رح أحكيكم عنها هلأ. أنتوا على موعد مع برنامج الطهي الأول والأكثر مشاهدة في الأردن، مطبخ رؤيا مع نبيل. الشيف نضال البريحي مجهز لكم مجموعة وصفات مناسبة للشهر الفضيل، ومتأكدين إنها رح تعجبكم، وبكل حلقة رح يكون في عندكم فرصة لتربحوا جوائز كتيرة، وضيوف كتار أيضاً رح يزوروا المطبخ. مواضيع مهمة ومسلية رح تكون خلال الطبخ مع الشيف نضال، سمير حجازي وروان العلي. كاتشب وتقدم كسندويشة فسميت كوب التوست. الآن بدنا نعمل تغميسة كثير مرتبة لهالطبق. شكله بشهي، ريحته بتشهي. بلش نتكتك الصحن، نسكب هالطبق الفخم جدا. ثلج فنصير بارد بس مشروب برمضان حلو. وسمعت انه شو هسا في ناس بيضيفوا لها ملعقه حليب باودر وبخلطوا شوي لبن بصير في رغوه، بس هذا كثير مناسب مع الاطباق اليوم احنا عاملينها يا ابو طه. بعدها راح تتابعوا الموسم العاشر من برنامج ست النكهات، الموسم اللي راح يحمل اسم الصحة والعافية. في ست النكهات منحرص دايماً على إعطاء مساحة للسيدات في الأردن ليقدموا مهارتهم في الطهي تحت إشراف نخبة من الطهاة، هم الشيف ديما الحجاوي والشيف تيمور الموج والشيف يوسف إقليم. والإضافة لهالموسم راح تكون إنهم راح يهتموا بالطبخ وإنه يكون صحي مش بس زاكي. لهيك رح يشارك الحكام أخصائيات التغذية دكتورة روبا مشربش وعلا أسعد ورند الديسي.
معظم السيدات اللي شاركوا معنا كان لهم قصة نجاح بصراحة، بس أنا دايماً مع اللي استمروا واشتغلوا على حالهم. بصراحة كتير غير مني، يعني دخلت بلا خبرة، ما كنت أفهم إيش التلفزيون، ما كنت أعرف إيش هو التحكي، ما كنت أفهم إيش المضمون تبع البرنامج. يعني المضمون تبع البرنامج كتير جميل، إنك أنت إحنا ما بنيجي بنهدم لما نعطي إحنا مثلاً البوينتس تبعتنا أو الخبرة اللي بنحاول نوصل لهم إياها، إحنا بنحاول نبني. تعلمت قديش في أيام إحنا ما منشوفها في المطابخ الأكاديمية، قديش الطبخ على البركة خلينا نقول بيطلع نتيجته كتير حلوة، وقديش النكهات اللي بتكون موجودة في الطبخ اللي زي هيك بيطلع لو نقعد نحسبها بالورقة والقلم ما بتزبط معنا إحنا. فهو أكتر شغلة أنا تعلمتها منهم إنه حتى الطبخ اللي على البركة بيطلع المنتج تبعه كتير زاكي. يمكن الموسم العاشر اللي هو إحنا فيه هلأ كتير متحمسة له ومتأملة فيه خير لعدة أسباب. في إضافات جديدة على البرنامج، السيدات صار عندهم خبرة أكتر بالرولز أو الشروط اللي إحنا بنتقيد فيها والقواعد، فبتوقع تكون هاي السنة إن شاء الله المنافسة قوية. أمنيتي بالموسم العاشر تكون ست نكهات فعلياً سيدة تستحق هذا اللقب، ونشوفها بأعلى المراتب وفعلياً نشوف لها إشي كتير مميز بعد البرنامج. كملين معكم بجولتنا لنتعرف على البرامج والمسلسلات اللي راح تشاهدوها على شاشة رؤيا في رمضان 2022. رجعنا معكم بجولة للبرامج والمسلسلات على شاشة رؤيا لرمضان 2022. كل يوم طيلة شهر رمضان انتوا على موعد مع نشرة أخبار شاملة فيها رح تطلعوا على كل ما يدور في العالم. من نقطة الحدث نبسط لكم الخبر ليصلكم بكل شفافية. بعدها رح نكون مع فترة الغروب واللي فيها رح يقدم الدكتور عبد الفتاح السمان مجموعة مواضيع تربوية متعلقة بالأسرة والمجتمع. واخترنا شعار صحابة اليوم لأن في كل يوم خلال الشهر الفضيل رح نقدم قصص لنماذج مميزة وخيرة وواقعية نعرفها لأشخاص منكم ومثلكم. وبعدها رح ننتقل لموضوع مختلف من تقديم وزارة الأوقاف يبث مباشرة، يليها مباشرة قراءة القرآن الكريم من مسجد الملك عبد الله المؤسس حتى رفع آذان المغرب. حياكم الله، مرحبا بكم في رمضان المبارك نتحدث فيه عن المدهشين. أنتم المدهشون في حياتنا، ربما أنت أختي الكريمة. عندما تآلفت القلوب وسيقت الرحمة بين الناس وكانت السماحة لغة بينهم، خشعت الأرواح وخرجت من الظلمات إلى النور.
نتحدث اليوم عن الأخ النادر. من هو الأخ النادر؟ كلنا لدينا إخوة وكلنا نسعد بإخوتنا، لكن هناك أخ نتحدث عنه، وأنا سأتحدث في هذا البرنامج عن قصص واقعية، عن أناس أنا عشت معهم، أنا أعرفهم شخصياً. الأب يجب عليه أن يقول لولده: أنت مسؤول معي على البيت كما أنا مسؤول. تحدثنا عن ثلاثة أمور مدهشة لهذا الأخ، لكن هناك بعدان هامان جدا. الأول أنه توفي الوالد. ماذا فعل هذا الأخ النادر؟ استمر وكأن الحياة موجودة مع وجود الوالد، لم ينقص على إخوته أي شيء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. كونوا جاهزين للمسابقة اللي حبيتوها، مسابقة حكاية اللي مستمرة معنا هاي السنة، والجديد إنه اللعبة صارت أكثر تشويقاً والجوائز كتيرة وما بتنعد. جحا وياسمين وحمارهم في مسابقة حكاية. خلوا عينكم على شاشة رؤية لتشاركوا تربحوا مجموعة من الجوائز النقدية والعينية، بالإضافة للجائزة الكبرى سيارة MG RX5 2022. مسابقة حكاية كل يوم خلال الشهر الفضيل. بعد الفاصل رح أخذكم بمحتوى ساعة كوميديا، خليكم معنا. رجعنا لكم في جولتنا ضمن المسلسلات والبرامج لرمضان 2022، ووصلنا لساعة كوميديا. عودة المسلسل الجماهيري جلطة وموسم جديد بعنوان ضربة حظ. في هذا الموسم من جلطة عائلة أبو فؤاد رح تبدأ بداية جديدة في بيت جديد، واللي فيه رح تتعرف ويتعرفوا على جيرانهم السوريين عائلة سليم، ومن هون بتبدأ الأحداث. في هذا الجزء وضع الاقتصادي يختلف حالياً، بصير عندهم بيت كبير وبصير وضعهم المادي كويس، وأبو فؤاد بصير في علاقات مع الجار الجديد اللي هو سليم اللي بقدمه محمد خير جراح وزوجته مها اللي هي جين إسبرغ. شكل العمل اللي هو فانكي وخفيف الظل، لايت لايت كوميدي، مش انه كتير 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 كوميدي، هو كوميدي بس هو شوي خفيف وقريب من الناس، وانا هذا اللي بحبه الحقيقة بهي النوعية من المسلسلات اللي بتكون قريبة من الناس، اللي بتساعدها لترسم ابتسامة. شخصية مها هي بنت شامية، طبعاً شخصيتها هي منشوفها نحنا شخصية هيك قوية، بنفس الوقت أنه بتعرف التكتك مظبوط مثل بنات الشوام، يعني بتعرف كيف تتعامل مع جوزها، كيف تحسسه برجولته بلحظة، وكيف كمان بنفس الوقت أنه تستغله بأماكن تانية، يعني بنفس الوقت تعامله مع جارته أم فؤاد
فهن عاملين كابل يعني حلو بين بعضهم. أنا مبسوط إنه حالياً رح نرجع، صار في حكاية كتير جديدة، والمميز جداً في هذا العمل إنه صار في عنا عائلة يعني مقابلة لعائلة أبو فؤاد اللي هي عائلة السيد سليم ومها ولين. شخصية لين هي شخصية بنت سورية جاية من الشام لعند أخوها سليم، جاية لحتى تدور على الشغل، وهي خريجة أدب إنجليزي. منشوفها هي كيف شخصيتها العفوية الطيبة اللي هي بتوقعها بمشاكل، يعني هي بتكون جاية قاصدة لحتى تكون هي تعمل شيء منيح أو تتفلسف من عندها مثل ما بيقولوا، تعمل حالة فهمانة، بتقوم هي بتوقعها بمشاكل أكثر، بس هو هذا الشيء نابع من نية طيبة، مو إنه هي قصدا هي هيك عم تعمل. المسلسل فكرة وكتابة The Creative Lab، وتم تنفيذه من قبل The Show وكلاهما إحدى شركة مجموعة رؤية الإعلامية، وقام بإخراج جلطة ضربة حظ المخرج محمد حشكي. وفي بشر معاصرون القصة باختصار بأنه البروفيسور يزن عم يعمل مسلسل وثائقي بيشرح فيه فلسفاته ونظرياته اتجاه البشر وحياتهم المعاصرة من خلال تتبعه وتوثيقه وتعليقه على حياة أشخاص مختلفين. نحن في صدد عمل قوي اسمه بشر معاصرون. أمثل دور محمد وهو إنسان لديه زوجة وابن، سيخرج كمسلسل رائع. نحن اليوم نقوم بتصوير عمل اسمه بشر معاصرون 2، حيث أننا صورنا بشر معاصرون 1 في الماضي، وأنا أحب أيضاً أن أحب أن أقوم بعمل أشياء جميلة، وأتمنى من الجميع أن يشيروه ويضع عليه لايك. أنا منى قديس، ألعب شخصية رباب في مسلسل بشر معاصرون. رباب شخصية بسيطة، جميع اهتماماتها هي منزلها، زوجها وطفلها. تستيقظ فجأة في يوم من الأيام لتجد نفسها تائهة في هذه الحياة، لم تصنع نفسها شيء، لذلك تحاول البحث عن حياة خاصة بها بعيداً عن كل مسؤوليات الحياة الأخرى. أما العم غافل رح يكون على شاشتنا بصدفة، وبصدفة بتتغير حياة العم غافل بعد تعرضه لصدفة غريبة خلته شخص عنده جماهيرية وسلطة كبيرة، وليكتشف مع صديقه سعود وابنه طلق عالم جديد بيتعرفوا خلالها على زعيم عائلة الباشواتية، وبتتوالى الأحداث من هناك. مبسوط جدا في التجربة مع قناة رؤية، هذه تجربتي الأولى يعني معهم، وصراحة يعني هي تجربة جميلة جدا، دي عمل جديد، أفكار جديدة، عمل متواصل ليس عمل يعني نظام حلقات يعني منفصلة. موسيقى
لباس العم غافل راح اختلف شوي، راح نشوف العم غافل بشواتي، بس هو بسيط جدا يعني بيضل على نفس طبيعته. شخصية ربيع البشواتي يعني هو شخصية متمكنة من عائلة البشواتية، هاي العائلة اللي يعني لها إرث تاريخي قديم. ربيع متسلط يعني بحاول إنه يعني كل شيء ينسبه له ويستفيد من كل شيء موجود لصالحه. شخصية سعود شخصية عامة من المجتمع، بيحب نفسه، نصاب، بيغتنم الفرص، بيبين لك إنه بحبك بس هو أصلاً بيشتغل لمصلحته. صالك شخصية متوترة فما تحكي ليش أروح. شخصية متوترة أنا حياتي سهلة بس شخصية متوترة. لا 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 مش دواوين ولا كويس ولا مش كويس، ما فيش ملامح. عم غافل بكون معلم طلق، بيعلمه كثير أشياء كويسة في الدنيا، قلب الطيب والروح المتسامحة والخبث المتسامح. أيضاً ضمن ساعة كوميديا رح تتابعوا أبجد هلوس اللي مستمر معنا بموسم جديد ليقدم لنا كل يوم سكتش كوميدي من مختلف بلاد الشام. سكتشات من الأردن، سوريا، فلسطين ولبنان رح تحضروها بساعة كوميديا كل يوم. أكثر شيء عاجبني فيه إنه إحنا نفسنا اللي بنكتب السكتشز ونفسنا إحنا اللي نمثلهم، فعم نكون يعني كتير عارفين كيف الفكرة بدنا نوصلها. أبجد هلوس هاي السنة في أفكار جديدة، شخصيات جديدة، قصص جديدة، مواقف هبلة مختلف، هيك فيه روح حلوة بضحك كثير صراحة. عم بلعب أدوار غريبة وأصلاً القصص اللي عم نعملها غريبة. وهاي السنة كانت عبارة عن إنه خلينا نكمل بالنجاح السنة الماضية، أو يعني ما بدي كثير عامل إنه نجاح، بس قصدي إنه نكمل التجربة اللي الناس حبتها. يلا عيدة عيدة بسرعة عيدة عيدة. في شغلات؟ تعال 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 حبيبتي تعال. طبعا أبجد هلوس زي ما تعودنا عليه من مجموعة دول أو بلدان عربية، هذا أحلى إشي فيه كمان إنه إحنا منشوف ثقافات تانية، الثقافات التانية بتشوفنا. 4.1/2/3 take 1 رولينج. يخرب بيتك رامي. يلا يلا هات هات كيو حد. احنا بنشوف السكريبت بنغيره حسب، دائما احنا بوقت الكتابه غير وقت التصوير اكيد. وروح العمل هاي السنه حلو لانه كمان الكرو فخم هاي السنه، مش انه ما كان فخم هذيك السنه، كان فخم، بس هاي السنه هيك الانرجي الطاقه بالست حلوه جدا. فريدي. وختام ساعه كوميديا راح يكون مع نهفات عيلتنا وقصص كرتونية يومية رح تحكي عن مواقف بتصير بالعيلة الأردنية على طريقتهم الخاصة. عملت لكم إياها بزهرة وباذنجان وبطاطا، بديش أسمع ولا تعليق. الأغراض على غرفة التعقيم. أنا لو معي مبلغ بحطه دفعة أجار لشقة صغيرة لحماتي. حماتي؟ مرحبا مرت عمي، رح اشتاق لك يا مرت عمي. يا دي يا ستهان شو مالك؟ بتتدرب؟ عندها دوري يا زلمة. وين بتحبي أحط لك إياهم يا حجة؟ ما بدي، هذا الكنترولر تبعي وما بعرف ألعب إلا فيه. انت بتزعلان لأنك خسرت الدوري. يا جوزي يا حبيبي اطمني، كيف الشعور؟ كيف حاسس؟ مش عارف يا مرحد، مشاعري ملخبطة. وهذا بتسأل عن اجتماع أهالي وبالجامعة؟ ولا عبود،
ليش البيت مشحشح هيك؟ سوسو وين بدك تروحي مني؟ شو بدنا نضل نشتري من برا؟ يا دوب راتب التقاعد كفي. الو رقب، معلش حطيت الزباله برا، بلاش تطلع ريحه. الله يسعدك، تاخذها بالموتوسيكل بتاعك بس يخف الشتا شوي. احنا ما بنخافش من المطر يا عم، انا بالسوبر وخمس دقائق بكون عندك. امك ما مالها البلا، تضحك عليك وعلي. دستور عندي الحل، بس بدكم تساعدوني. اشتقت لهم يا برعد، اشتقت لهم. بقول لك بتشبشب مسجل بالجن. انا طالعه من هون مش طالع، وراح تعمل كل اللي بقول لك عليه ورجلك فوق راسك، ماشي؟ ولا من امتى اصلا بتعمل انت واجباتك؟ من اليوم انت لازم تدخلي على غرفتي هلا. يا ولي، مش عاجبك اغانينا ها؟ مش شو يحط لك يعني كارلوس وسبر؟ مش عارفه كيف بدي اقولها. إيه شو رايك تطلب لنا عشاء؟ هاي كانت جولتنا، ودائما المتعه تكمن في التفاصيل. وعدناكم على رؤيا لمتنا غير. كل عام وانتم بألف خير.